السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام اهلا بيكم. النهاردة معانا قطعة قماش صغيرة، هنعمل منها بلوزة لبنوتة سن 8 سنين اهو. هي قطعة صغيرة مش مكملة حاجة. طبعا عملت منها بلوزة قبل كده حريمي، ودي القطعة اللي اتبقت مني. عشان كده دايما بقول لكم انا بجيب قماش بزيادة علشان اعمل اكتر من حاجة. تمام، طيب اهو هي متطبقة بالشكل ده، وهقول لكم كل حاجة بالتفصيل. الجزء ده كده 32، حاسه انه كبير شويه، بس هي كمان ما فيهاش لكره، فلازم دي من الملحوظات اللي ايه احب اقولها لك. طالما القماش ما فيهوش لكره يبقى انتبه كويس قوي انه اعمل حسابي انه يكون مرتاح. تمام كده 30 سم كويس قوي. والجزء ده هنعمله ايه؟ هنعمله نص كم. تمام كده خلاص، ده نص الكم، وده بالنسبة لي القماش كده متساوي. فانا هاخد نص خط الظهر 18 سنتي، وقلنا اهمية هذا القياس في بداية اي موديل انا بعمله اهو. ونفس القياس ده بنزله زي ما هو 18 سنتي، ما بزودش عليه في الاطفال، ولكن في الكبار لما باجي انزل بزود 2 سنتي. ولما تشتروا مارك ما تشتروش المستورد، هاتوا المصري عشان المستورد فعلا ما بيطبعش. تمام، طيب هنا دوران الرقبة 7 سنتي، وبنزل 3 سنتي، وبنزل هنا 1.5 ميل الكتف. بس كده، بس كده يا جماعة. تمام، من الحاجات السهلة اللي ممكن تتعمل في دقايق اهو. ممكن تتعمل اعادة تدوير، عندي عباية مش محتاجاها بعملها. طيب خروج الجزء ده من 5 إلى 6 سنتي على حسب وزن البنوتة. فانا هنزل كده للاخر وهساوي وانا بشتغل. تمام، اصبح كده معايا البلوزة طولها مناسب جدا ومناسبة لكذا عمر، مش بالضرورة قوي ان هي تكون اطفال. تمام، هي على بنطلون اسود او بنطلون جينز هتكون شيك جدا. هنا اهي حوالي 67 سنتي، طولها حوالي 67 سنتي. تمام، طيب ده شكلها، هي كده هيبقى شكلها تقليدي. عايزه تعملي لها اي تغيير، عايزه تعملي لها دوران، عايزه تعملي اي حاجه، اعملي لها شكل بحيث ان هي ايه يعني بالنسبه للبنوته انا حاسه ان هي ممكن تكون كبيره شويه. تمام، فتعالي هنا بقى كده وروحي ايه قصها عشان تعملي الدوران. بصوا اهو، هو الدوران بيطلع معاكي لوحده اهو، هتكون تقريبا 12-13 سنتي. بصوا الدوران اهو، اهو 14 سنتي. تمام، طيب كده خلاص هي اتعملت. هاجي هنا بقى الجزء ده اللي قلتلكوا عليه، عايزه تعملي تكسيم اهو. وانا دايما اكون حريصه ان انا اعمل الموديلات اللي ما بتكونش متوفره في السوق، يعني في قياسات كتير تدوري عليها في السوق ما تلاقيش، يا اما اللبس ضيق يا اما تحس انه مقصوص كله حته واحده فما بتلاقيش القياسات اللي انت عايزاها. فايده الخياطه انك بتعملي الموديلات اللي انت محتاجاها. طيب بصوا بقى كده اهو، اهو شايفين كده وسعها اهو، مناسبه حتى لغايه بنوته 20 سنه. تمام، هاخد بس القطعه عشان اعمل لها التعديل. بنزل بدوران بالشكل ده بس. تمام، اطفال ما عندهمش عمق، يعني هي بتبقى يعني ما عندهمش منطقه الصدر، ما عندهمش منطقه اللي ممكن يحصل لها عبعبه. بالعكس يعني انا بلاحظ ان لبس الاطفال لازم يكون مريح، لكن لو في حد تاني صدره محير كبير شويه هيلبسه. فخلينا ندخل هنا كده 1 سنتي. لا ما تضحكيش، مش انت طبعا. طيب بصوا اهو، ده بالشكل ده كده معايا الامام. طيب لو انا
عايزه اعمل الفتحه اللي احنا تعودنا نعملها، عايزه تعملي مرد، عايزه تعملي كبسونه، زي ما انت عايزه. تمام، المهم دايما ادور لك على الحاجه البسيطه اللي ممكن تعمليها. طيب انا عندي هنا الاجزاء دي اللي هي هعملها الكم، ممكن كورنيش لطيف كده فوق الكم يديني شكل برضو اهو. نص الكم بيبقى عبارة عن 20 في 20، لانه بالتدريج كده لازم برضو نعلم البنوتة انه واحدة واحدة كده ايه لازم يحصل فيه تغيير في اللبس كده عشان نعمل لها كشكشة، عشان لما تكبر يبقى سهل ان هي تبقى عارفة الصح من الغلط، عارفة هتلبس ايه. ما ينفعش طول الوقت اقول اصلها صغيرة، اصل خليها تعيش حياتها مستعجلة عليه مش عارف على ايه، وفي الاخر اتفاجئ انها لما بتكبر بتعاند وترفض ومش عايزة تقبل النصيحة وخلاص متمسكة باللي هي اتعودت عليه، لانه من شاب على شيء شاب عليه. طيب خدتكم في الكلام ونسيت اقول لكم حاجة، انا هنا 7 سنتي، يعني القطعة دي بتكون 20 في 20، وبنزل 7 سنتي وباخدها دوران كده لاعلى. تمام، طيب هي بس هوضب شريطه كده عشان اعملها لها كورنيش عشان يبقى شكلها حلو وخلاص. اول حاجه الكورنيش باخده بس كده تنيتين صغننين فوق بعض، عشان ده الكورنيش اللي احنا هنعمله فوق الكم عشان نبقى مرتبين شغلنا قبل ما نبدا. ده كده الجزء الامامي، القماشه الوانها بصراحه تحفه. تمام، فانا واخده قطعه قماش كده اهي، وقطعه القماش دي هتكون في منطقه النص كده بالظبط. تمام، طيب محتاره اروح اقص مقص صغير، بفتح كده الفتحه اهي. عملت لكم تشطيب الرقبه ده بكذا طريقه، هتلاقوها موجوده، اللي مش هتلاقوه في قناتي دي هتلاقوه في قناتي التانية. تمام، يبقى احنا عندنا خياطه وتدبير وعاد التدبير، وعندنا خياطه اسهل مع ام عبد الرحمن اهي. تمام، وقطعه القماش اللي معايا زي ما حضراتكم شايفين بنفس الطريقه ونفس الفتحه بالظبط اهو، اشوفها كده واروح عامله بنفس الفتحه بالظبط اهو لغايه هنا اهو. طبعا اطلعها لفوق شويه اهو بالشكل ده، واخيط بالشكل ده. الشكل ده، وده فينش لاي بلوزه او اي حاجه انا عايزه اعملها، عملت لكم بالتفصيل في القناه. تمام، ولازم تكون الخياطه مستريحه في الجزء ده، وبقلب اهو يا جماعه. ده شكل الدوران اهو ومن غير مكوه، ده شكل الدوران اللي لازم اوصله، ده شكل الفينش اللي لازم اوصله. تمام، وده عندي الخلف، ممكن بالفازلين الدبل فيس واروح لازقه بالشكل ده، او ممكن اخيطها او ممكن اسيبها، ما عنديش اي مشكله. ودلوقتي هخيط الاكتاف على بعض، الامام على الخلف، علشان نشوف باقي التركات معا اهو كده الاكتاف مع بعض. طيب يلا بقى كده الاكمام بنفرد عشان نركب النص كم بتاعنا. تمام، طيب النص كم يركب مع الكورنيش. تمام اهو، لو انا مش متمكنه لسه مبتدئه خلاص انت ممكن تركبي الكورنيش. انا دلوقتي عندي الكورنيش، على فكره بالمناسبه ممكن يبقى شريط مستقيم، يعني ما تعقديش نفسك باي حاجه اهو. علامه، والعلامه دي كده بيكون الشكل ده كده اهو، يبقى ده النص بتاعي. تمام، فخليني كده ابداها لكم تركايه تركايه كده. تمام، انه انا مثلا بدات هنا من النص، انا مبتدئه رحت بادئه من النص، فاروح عامله ايه بقى اهو كسرات خفيفه اهو عشان تبقى على راس الكم، او على راس يعني ممكن تبقى كم ما يبقاش نص كم عادي، انا مفيش حاجه تبقى صعبه، احنا بنتعلم وبنعمل كل حاجه اهو. واروح جايه بقى كده على مفيش اهو. تمام، عشان يكون ده كده شكلها. تمام، وممكن اعملها نص، اعملها بالشريطه دي كده وخلاص التزيين، ومش لازم ان انا اعمل لها نص كم، لان انا بديكي كذا اقتراح. طيب انا هنا اهو وابتدي بقى، لا بصوا بقى شوفوا الخطا اللي عملته انا ايه اهو، ممكن تقعوا فيه.
فين بقى الكسرات اللي انا هعملها في الجنب التاني؟ مفيش كده، انا غلطت. هروح على طول، يبقى انا اعمل ايه؟ لازم اخد بالي من كل الحاجات دي اهو، واروح عامله الكشكشه اهي بالشكل ده، نفس العدد اللي من الناحيه التانيه اعمله هنا اهو. انا عامله هنا 4، ممكن بالدبابيس اهو بالشكل ده كده، واروح مخيط اهو. تركات بسيطه بس ممكن تعمل لك اخطاء اهو، بالشكل ده كده خلاص كده. ده كده شكلها، شايفين؟ اركب بقى النص كم بتاعي اهو، برضو نفس العلامة اللي هتبقى في النص هي هياها هتركب هنا، تمام اهو. وهنا الكم المظبوط، مش محتاج كشكشة، احنا عاملين له اساسا خلاص كورنيش من فوق، كورنيش شكله حلو، فمش محتاج اعمل له حاجة اهو. واروح بقى مخيطاه من الناحية التانية، تفاصيل عشان المبتدئات، تمام اهو. ممكن لو انت محترفة شوية او لو بخيط لوحدي مش عايزة خلاص يعني عارفة هعمل ايه، الكورنيش بحطه على النص كم على طول وبلفهم على المكنة على طول. نشوف كده الشكل ده، كده هيكون شكل الكورنيش بتاعي، وده شكل النص كم. طيب عشان يكون اوضح ممكن استك نحطه هنا عشان نوضح بقى كل حاجة مع بعض، علشان ما اضطرش بقى اعمل حاجة اكبر من حاجة، وبرضو ما بضغطش الاستك عشان اي حاجة للاطفال لازم تكون مريحة. طيب اهو تانيتين كده فوق بعض، خيط فوق الاستك مفيش اي مشكلة اهو. خلاص احنا اتعلمنا، يعني كنا الاول بنخيط تحت الاستك عشان المبتدئات وعشان الكشكشة تكون متساوية اهو، احنا خلاص عدينا المرحلة دي تمام. واروح بقى ايه مقفله كده الاستك بتاعي عشان الكم كله يظهر معايا. ده كده الشكل اللي انا عايزه عليه شغلي يكون، بقفل بالشكل ده اهو. وقلنا حاجه مهمه، ازاي اخيط الدوران بشكل مظبوط، تمام اهو ليه اخر الجنب. يبقى ده كده شكل البلوزه، تمام. شريط عادي زي ما احنا متعودين اهو، وباجي من نص الظهر وبركب الشريط بتاعي اهو، وبشيل الزياده اللي انا قلت عليها في مقدمة الفيديو في دوران الرقبة ده، لما قلت لكم نطلع بالشريط لقدام فوق شوية علشان يبقى بالشكل ده، تمام اهو. بشيل برضو الزيادة دي تمام، وبقلب الجزء ده كده تمام. ما تنسوش اللايك فضلا وليس امرا. وبكمل لغاية طول الرباط اللي انا عايزاه اتفكك. هنشوف بس المكوك،
زي ما حضراتكم البلوزه وجمالها وبساطتها وفينش بتاعها حلو جدا، الكورنيش البسيط اللي اديها شكل حلو، الوانها جميله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. والدوران هنعمله بطريقتين علشان يتعمل في فيديو منفصل تقدري تستفيدي من المعلومه، هعمل لك طريقتين عشان تعرفي تعملي اي حاجه مدوره، وهسيب لكم رابط الفيديو اسفل صندوق الوصف. ويا رب فيديو النهارده يعجبكم، بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.